معك أسئلة. اللهم صل وسلم على النبي الكريم. أغتنم هذه الفرصة الطيبة، فرصة مسيرة سلمية سلم السلام إلى معبر جرجرات مدينة فاس عبر جميع المدن المغربية وكذلك الصحراوية المغربية أي أقل من الجنوبية، لتوشيح الأخ السباعي بقري محمد السباعي بقري من السباعيين الصحراويين الذين نكن له كل تقدير وكل تنبيه، لما لأنه دائما حاضر معنا في جميع القضايا الوطنية، وكذلك التنويه باستراتيجية صاحب الجلالة وبالدبلوماسية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وحفظه ورعاه وسدد خطاه وشفاه. شكرا للأخ السباعي. شكرا سيدي كلوم السيد الرئيس. أتقدم لكم بالشكر الجزيل وأهنئكم بنجاح هذه الرحلة الممنونة، رحلة قافلة السلم والسلام إلى معبر جرجالات في ظل العرش العلوي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده على هذا الأمر. فشكرا لكم، وشكرا لكم من ساهم من قريب ومن بعيد، وشكرا على حسن وقرار الرياضة الذي استمتعنا بها من طرف الجميع، وشكرا للسلطات والقوات الأمنية وللجميع بدون استثناء جملة وتفصيلا كل واحد باسمه وصفته. وشكرا مرة أخرى، وأشكر أيضا السيد أمين المال السيد مولاي إدريس والأخت فاتحة والجميع السيد الصديق كل سي محمد كما أتقدم باسم الجميع. وشكرا لكم سيدي الرئيس.